النشرة الرياضية المفصلة من الميادين، أهلا بكم. سوريا لا تموت وإيران تتجدد، السعودية تستعيد الحضور والعراق لا يرمي الراية. خلط أوراق ومفارقات بالجملة في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال روسيا العام المقبل. سليم عوضة. أن هذا الفوز لكل السوريين. دموع أيمن الحكيم هي صورة عن بلد لا يموت. ليست المرة الأولى التي يوجه فيها رسائل رياضية، ورجاله يثقون بأنها لن تكون الأخيرة. لكن الفوز على أوزبكستان حمل الكثير من المعاني المتطابقة مع الواقع في أرض الشام. هذا المنتخب لا يوفر أي مناسبة إلا وينفض فيها غبار الدمار وبأساليب مختلفة. واليوم فتح الوطن ذراعيه ليعيد احتضان رأس حربة الرياضيين المعارضين، والمبدأ لا يتغير، سوريا تتسع للجميع. فراس الخطيب أبى أن يكون مجرد مشارك عادي، فوضع بصمته في دقائق محدودة عندما تسبب بركلة الجزاء، فنفذ عمر خريبين وبكى السوريون من شدة الفرح هذه المرة. وإذا كان الفوز قد أنعش أمال نسور قاسيون في المنافسة على خطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة الأولى، فإن صاحبة الصدارة إيران صنعت حدثا مختلفا في الدوحة. تيم ميلي جدد فوزه على العنابي القطري، وقد يبدو المشهد عاديا، لكن الفريق قدم نموذجا جديدا عن حملة التجديد بصمت، والتي أصر عليها ونفذها المدرب البرتغالي كارلوس كيروش. المنتخب الإيراني صاحب السجل الخالي من الخسائر، يبدو في طريقه ليصبح أول المتأهلين من القارة الصفراء إلى كأس العالم. المفاجأة المدوية فعلتها الصين، حققت فوزها الأول وألحقت بكوريا الجنوبية خسارتها الثانية. ففي ظل توسيع استثماراتها في كرة القدم، خطفت جانبا من الأضواء وحافظت بقيادة مدربها الإيطالي مارتشيلو ليبي على أمالها في احتلال المركز الثالث والتأهل إلى الملحق. في المجموعة الثانية تبدو كل الظروف مهيئة أمام الأخضر السعودي للعودة إلى النهائيات، وعززت السعودية صدارتها بعرض مقنع وفوز مستحق في أرض تايلاند. وبثلاث عشرة نقطة أيضاً بقيت اليابان ثانية بفرق الأهداف بعدما ضربت أمال الإمارات على أرضها وفازت بهدفين. ولم يرفع العراق الراية، مع أن أماله تقلصت بشدة فتعادل مع أستراليا بهدف لمثله. بصيحات الاستهجان ورفع البطاقات الحمر، سيستقبل الجمهور الإسباني ضيفه الإسرائيلي غير المرحب به في مدينة خيخون ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال. المدينة تقع في مقاطعة أستورياس الشهيرة بتأييدها للقضية الفلسطينية، حيث يسيطر على برلمانها الحزب اليساري المناهض لإسرائيل. المعلومات الصحفية تشير إلى رفع الجمهور الإسباني البطاقات الحمراء في الدقيقة 17 في دلالة على وعد بلفور عام 1917، وكذلك الحال في الدقيقة 48 التي ترمز إلى النكبة الفلسطينية إزاء الغضب الجماهيري. حقق منتخب الأرجنتين هدفين في الوقت نفسه رد اعتباره أمام تشيلي، وارتقى إلى المركز الثالث في مجموعة أمريكا الجنوبية ضمن التصفيات المونديالية. نجم برشلونة ليونيل ميسي سجل الهدف الوحيد من خلال ركلة جزاء في الدقيقة 16 ليعيد لبلاده هيبتها بعدما خسرت مرتين في نهائي أمم أمريكا الجنوبية أمام تشيلي. الأرجنتين رفعت رصيدها إلى 22 نقطة. خسارة تشيلي مثلت هدية لكولومبيا، فقد حصدت النقاط الثلاث أمام ضيفتها بوليفيا وارتقت إلى المركز الرابع. الهدف الوحيد حمل توقيع خماس رودريغيز في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء. نجم ريال مدريد أكد صعوبة المواجهة بقوله إن بعض المباريات تحتاج إلى معاناة لإحراز الانتصار فيها. كولومبيا رفعت رصيدها إلى 21 نقطة، متخلفة بنقطة واحدة عن الأرجنتين. اشتعال المنافسة بين المركزين الثاني والسادس يقابله تغريد للمنتخب البرازيلي خارج السرب، لا سيما بعد اكتساح الأوروغواي بأربعة أهداف لواحد. لاعبو التانجو عبروا عن فرحتهم بعد الابتعاد في الصدارة ب 30 نقطة وبفارق 7 نقاط عن الأوروغواي الثانية. المباراة شهدت هاتريك لباولينيو بتسجيله الثلاثية إضافة إلى هدف نيمار. الذكرى السنوية الأولى لوفاة أسطورة فريق برشلونة يوهان كرويف، الميادين تسلط الضوء على معهد يوهان كرويف للإدارة الرياضية في العاصمة الكتالونية. مايك شرهوب زار الصرحة الجامعية ووفانا بالتقرير التالي.
لم يشأ يوهان كرويف مغادرة هذا العالم قبل أن يسلم الأمانة إلى الجيل الجديد، جيل تأثر بكل ما حققه نادي برشلونة، وهو يعلم أن الرجل الهولندي وضع بصماته على هذه الإنجازات. مخطئ من يعتقد أن للراحل أفكارا تختصر على أرض الملعب فقط، بل إن عشقه لكرة القدم قاده إلى تأسيس جامعة تعد من الأرقى في الإدارة الرياضية. نحن نعمل هنا على استقبال طلاب من مختلف أنحاء العالم، والدراسة تتركز على التسويق الرياضي وكيفية ترويج المنتجات في البطولات وعلى ثياب اللاعبين، وصولاً إلى بيع الحقوق التلفزيونية. في عام 1999 أبصر هذا الصرح الأكاديمي النور، ويستقبل حالياً 7000 طالب وطالبة في فروعه الموزعة بين إسبانيا وهولندا والسويد والبيرو والمكسيك. كل هذا لم يكن ليحصل لولا تأثر عالمي كرة القدم بالأسطورة الفريدة في نوعها. بالنسبة إلى فلسفة كرويف، هي مرجعية بحد ذاتها لإعداد الفريق منذ سن الطفولة حتى الوصول إلى عالم الاحتراف. لقد صنع حقبة خاصة له، لذلك هو مرجعنا. من سخرية القدر، تصادفت السنوية الأولى ليوهان كرويف مع وفاة أغوستي مونتال رئيس برشلونة في سبعينيات القرن الماضي، وهو من تولى مهمة التوقيع مع كرويف عام 1973 آتيا من أياكس الهولندي. إلى جانب التوقيع مع الموهبة الهولندي، أطلق مونتال شعار برشلونة أكثر من مجرد ناد، بين الأسطورة الهولندية والرئيس الاستثنائي، عام واحد فصل بينهما. النجاح كان حليف يوهان كرويف طيلة حياته في هولندا وفي إسبانيا وفي كل مكان، قبل أن ينقل خبرته إلى معهد خاص يحمل اسمه. حسين شعلان، مايك شلهوب، مدينة برشلونة الإسبانية، الميادين. أملا فإلى جولة صحفية مع أماني مهند. تفضل يا أماني. شكرا وأهلا بكم. نستهل الجولة من أصل إسبانيا. الكاتب ألفريدو ريلانو شن فيها هجوما على قرار الاتحاد الإسباني لاختياره المدينة الخطأ برأيه خيخان لاستضافة مباراة إسبانيا وإسرائيل. ريلانو كتب: أمل أن يزال كل التشنج المرافق للقائي مع انطلاق صفارة الحكم. لقد أخطأنا في دعوة إسرائيل إلى المدينة المناهضة لها، اللاعبون كانوا يفضلون المكوث في مدريد. وفي الإطار نفسه نشرت البايس مقالة جاء فيها: السياسة تسبب بلبلة في المباراة، مقاطعة إسرائيل بسبب الصراع مع فلسطين تروج لها عدة أطراف في بلدية خيخان، ما ينعكس سلبا على اللقاء الرسمي للاروخا. ديلي ميل الإنجليزية عنونت: القبض على مشجعين إنجليز بتهمة إنشاد أغاني ضد الألمان خلال اللقاء الودي بينهما في دورتموند تتعلق بالحربين العالميتين، فيفا يفتح تحقيقا في الأمر، ومن المقرر أن يحرم حضور المباريات من قبل الاتحاد المحلي. وفيها نقرأ أيضا: جنازة مهيبة للنجم الإيرلندي الشمالي ريان ماكبرايد الذي وجد جثة في غرفة نومه نهاية الأسبوع الماضي من دون معرفة أسباب الوفاة حتى الساعة. الرئيس مايكل ديغنز تقدم مئات المشيعين وسط أجواء حزن عارمة لفقدان ابن 27 عاما، قلب دفاع فريق دير سيتي في الدوري الممتاز. ننتقل إلى الصحف العربية. الشروق الجزائرية عنونت: بعد الاعتداء على أعضاء بعثة اتحاد الجزائر، إقصاء كاديوغو البوركينابي بعد أحداث مباراته أمام اتحاد الجزائر، وذلك في قرار نشره بل قرار نشره الاتحاد الأفريقي عبر موقعه عقب أحداث مباراة إياب دوري 16 لكأس رابطة الأبطال التي شهدت اجتياح الجماهير لأرض الميدان والاعتداء على أعضاء بعثة النادي الجزائري مخلفين بعض الإصابات في صفوفها. ونقرأ أيضا في الشروق الرياضي: بسبب رفضهم تجديد عقودهم، غزال وسوداني وغولام في مشاكل كبيرة مع أنديتهم، إذ يتعرض كل منهم لانتقادات حادة من جماهير ليون والدينامو زغرب ونابولي تواليا، ووصلت المطالبات إلى حد الإقصاء والتوصيفات بالخيانة. نختم هذه الجولة الصحفية من عكاظ السعودية. وفرحة الفوز على تايلاند في التصفيات الآسيوية عنونت: رفع المكافأة 50%، السهلاوي يعادل رقم الجابر المونديالي والعابد يواصل الإبداع. وقبل اللقاء المرتقب أمام العراق، عبد الله بن مساعد: ننتظر حضورا أقوى في مواجهة العراق المفصلية. وطارق الكيال المشرف العام على المنتخب يقول إن صفحة تايلاند طويت، ومواجهة الثلاثاء محطة مهمة في مشوار التأهل والاستعداد النفسي بدأ. مع هذه الصحيفة العربية الشرق الأوسط السعودية نختم الجولة الرياضية وعودة لاستكمال النشرة.
شكرا لك يا أماني. إلى عالم الكرة البرتغالية، حيث وصل لماركوس ألدريج إلى النقطة 1500 في مسيرته الاحترافية بعدما قاد سان أنطونيو سبيرز إلى الفوز على ممفيس غريزليز ب 97 نقطة ل 90. سبيرز نجح بالتأري لخسارته قبل 5 أيام أمام غريزليز بالذات، وحقق فوزه الثالث على التوالي بعد تألق ألدريج بإحرازه 23 نقطة و8 متابعات. وأضاف الفرنسي توني باركر 13 نقطة مع 7 تمريرات حاسمة. وصيف المنطقة الغربية حقق فوزه الخامس والـ50 هذا الموسم وضيق الخناق على المتصدر جولدن ستيت واريرز، علما أن الفريقين تأهلا برفقة هيوستن روكيتس إلى الأدوار الإقصائية. في المنطقة الغربية أيضا، منحت سلة قاتلة لهاريسون بارنز فوزا صعبا لدالاس مافريكس على ضيفي لوس أنجلوس كليبرز ب 97 نقطة ل 95. فوز المافريكس أعطى زملاء ديرك نوفيتسكي جرعة معنوية من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكن الفريق بحاجة إلى تسجيل سلسلة انتصارات متتالية. فيما لم يجنب تألق بليك جرافن الكليبرز تلقيه وخسارته 30 هذا الموسم. أناضولو إفس التركي يحجز بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي لكرة السلة بعد فوزه على مواطن فنرباتشي ب 80 نقطة ل 77. ديربي اسطنبول أفرز فوزا تاريخيا لإفس، حيث نجح في إسقاط غريمه للمرة الأولى في البطولة القارية. أناضولو حسم بطاقة العبور إلى جانب فنرباتشي بعد فوزه بآخر 7 مواجهات في اليوروليج. في إيطاليا بدوره، سقط أرماني ميلانو أمام ضيفي بروزي بامبرغ الألماني ب 84 نقطة ل 76. المباراة شهدت ندية عالية بين الفريقين على الرغم من انعدام فرص تأهلهما إلى الأدوار الإقصائية. كان هذا ما لدينا من أخبار رياضية في نشرتنا المفصلة. نشكر لكم حسن المتابعة. السلام عليكم.